أحبتي طلاب الصف الثامن من مادة الجغرافيا الوحدة السادسة والأخيرة، لقد وصلنا أعزائي الطلبة إلى نهاية الكتاب وهو الدرس الأخير في هذه المادة. طبعاً سوف نتطرق إلى قارة جديدة ربما لم تسمعوا بها من قبل، ألا وهي القارة القطبية الجنوبية أو بما يسمى قارة أنتاركتيكا. طبعاً تحدثنا عن كل القارات طبيعياً وبشرياً واقتصادياً، سوف نتحدث عن هذه القارة طبيعياً فقط، وذلك لعدم وجود السكان في هذه القارة، فلا يوجد فيها نشاط بشري إلا القليل بما سنتطرق إليه في هذا الدرس. أولاً القارة القطبية الجنوبية، هذه هي الخارطة العامة بشكل تقريبي لقارة أنتاركتيكا. طبعاً هذه القارة بداية نتحدث عن امتداد هذه القارة. أولاً الامتداد، أولاً تمتد هذه القارة بين درجة أو دائرة العرض 60، طبعاً جنوب خط الاستواء، وحتى الدرجة 90 جنوب خط الاستواء. ماذا يعني هذا الكلام؟ إذا رسمنا الكرة الأرضية بشكل تقريبي نجد أن خط الاستواء يقسمها من المنتصف وهو الخط صفر. طبعا نعرف أن دوائر العرض عددها وهي الدوائر الوهمية التي وضعها العلماء من أجل قياس المناطق الحرارية والفروق الحرارية في هذه الكرة الأرضية، طبعا عددها 180 دائرة عرض، 90 شمال خط الاستواء والشمال طبعا للأعلى، الجنوب للأسفل، و90 جنوب خط الاستواء. فالقارة القطبية الشمالية تبدأ من 60 حتى 90، والقارة القطبية الجنوبية تبدأ من 60 حتى 90 جنوب خط الاستواء. إذن من 60 تمتد إلى 90 جنوب خط الاستواء، إذن فهي تقع بشكل كامل في جنوب الكرة الأرضية. إذن امتدادها تمتد من درجة 60 حتى درجة 90 جنوب خط الاستواء، وبذلك تكون جنوب الكرة الأرضية بشكل عام. طبعا هذه القارة تتميز بأنها محاطة من المياه بكل جوانبها ومن كل الاتجاهات. فمن الشمال، إذا حدودها من الشمال، أولا الحدود من الشمال المحيط الأطلسي مثل ما نرى. طبعا هنا نكتب مفتاح الخريطة، هنا شمال، جنوب، شرق، غرب، هذا بشكل دائم في الكتب وفي الرسومات الخرائطية نعتمد هذا الشكل. إذن في الشمال المحيط الأطلسي، وفي الشرق المحيط الهندي، أما من الغرب ومن الجنوب فالمحيط الهادي يحيط بهذه القارة. إذن من الشمال الأطلسي وهو المحيط الثاني من حيث الحجم، أما من الجنوب والغرب فهو المحيط الهادئ. طبعا المحيط الهادئ هو أكبر المحيطات، ومن الشرق المحيط الهندي. إذن هذه هي بالنسبة لحدود قارة أنتاركتيكا. قارة أنتاركتيكا طبعا لها مميزات عديدة. ميزات هذه القارة، ما هي ميزات قارة أنتاركتيكا أو القارة القطبية الجنوبية؟ إذن ميزات القارة الجنوبية، من ميزات القارة الجنوبية أولا بأن الثلج والجليد يغطي الجليد أكثر
من 98% من مساحتها. إذن يغطي الجليد أكثر من 98% من مساحة قارة أنتاركتيكا، إذن فهي بذلك أبرد وأجف القارات في العالم. ماذا يعني أن تكون أبرد؟ إذن هي شديدة البرودة، بما أن الجليد يغطي كل مساحة هذه القارة وهي أجف القارات، فهي لا تسقط فيها الأمطار لأنه لا تسقط فيها سوى الثلوج. إذن تسقط الأمطار على شكل ثلوج فقط، لا تسقط على شكل مياه. إذن الميزة الأولى أن الجليد يغطي أكثر من 98% من مساحة هذه القارة، فهي أبرد وأجف القارات. بالنسبة لحرارتها لا ترتفع عن درجة الصفر أبداً، دائماً تكون حرارتها تحت الصفر وقد تصل إلى 45 درجة مئوية تحت الصفر. ثانياً توجد بها جبال جليدية عائمة، هي يوجد فيها مساحة من اليابسة. طبعا مساحة هذه القارة هي 13,200,000 كيلومتر مربع، إذن 13,200,000 كيلومتر مربع. هذه القارة توجد بها جبال جليدية عائمة، في هذه المياه قد تتكسر. طبعا هي عبارة عن المياه تغطي أكثر أجزائها الجليدية، فالجليد يكون فوق المياه، إذن تتكسر هذه إلى جبال كبيرة جدا، وقد تكون فيها أيضا أنهار داخل هذا الجليد ومساحات كبيرة، وقد تكون هناك أيضا اكتشف حديثا أن هناك أحياء تحت هذا الجليد. طبعا للميزة أن هذه القارة يوجد فيها يابسة، فهي أبرد من القارة، فهي أبرد كل القارات، وهي أبرد من المحيط المتجمد الشمالي الذي لا يوجد تحته يابسة أبداً. فاليابسة فقط توجد في القارة القطبية الجنوبية، لذلك سميت قارة لأنه يوجد فيها يابسة، واليابسة تختزن البرودة أكثر من المياه، فلذلك تكون أبرد من المحيط المتجمد الشمالي. ثالثاً يوجد في هذه القارة أيضاً النفط والغاز الطبيعي والنحاس والحديد والذهب. طبعا يوجد في هذه القارة ثروات معدنية كبيرة، وأيضا يوجد فيها نفط وغاز، إلا أن هذه طبعا هذه الثروات لم تستثمر بعد وإلى الوقت الحاضر ولا بأي ولا حتى 1%، إذا لم تستثمر بشكل نهائي. أيضا من ميزات هذه القارة أنها تخلو من السكان، على الرغم من المساحة الكبيرة إلا أنها خالية من السكان، وذلك بسبب البرودة الشديدة، إلا عدا بعض البعثات لبعض الدول، بعثات علمية واستكشافية في هذه القارة. هناك دولة النرويج والأرجنتين ونيوزيلندا وأستراليا وفرنسا، أيضا تهيمن على الأكثرية هي الولايات المتحدة الأمريكية في هذه البعثات، فلا يتجاوز 5,000 نسمة هذه البعثات وهذه المراكز الموجودة. أيضا لبريطانيا هناك وإسبانيا مراكز للبعثات الموجودة في هذه القارة. إذن أيضا من الميزات وجود نباتات تشكل مواد طبعا مضادات عضوية. طبعا ماذا يعني هذا الكلام؟ هل يوجد في هذه القارة غابات ونباتات وأشجار كبيرة؟ لا، بالطبع لا يوجد هذا الشيء بسبب الجليد الكبير. يوجد بعض النباتات التي تتعايش مع هذه البرودة الشديدة، وهذه النباتات صغيرة جدا تكون على شكل مضادات عضوية، وهي مفيدة بشكل كبير بالنسبة للحياة العامية. بالنسبة لهذه القارة فهذه هي ميزات هذه القارة. لا يوجد في هذه القارة لا أقاليم مناخية ولا نباتية مثل ما قلنا بسبب البرودة الشديدة، هو إقليم واحد، إقليم متجمد طبعا بشكل دائما. هذه البرودة الشديدة والجليد الذي يغطي كل هذه القارة أدى إلى خلوها من السكان. إذن هذه هي الميزات العامة لقارة أمريكا، لقارة القطبية الجنوبية وهي المسمى بقارة أنتاركتيكا. تحدثنا عنها بما هو موجود من المعلومات. طبعا
قلنا حدود هذه تحاط بالمياه من كافة الاتجاهات، المحيط الأطلسي من الشمال والهادي من الجنوب والغرب والهندي من الشرق، وذكرنا مساحة هذه القارة للتذكير 13,200,000 كيلومتر مربع. هذا كل ما لدينا في درس هذه القارة، على أمل اللقاء بكم في دروس قادمة، وإلى اللقاء.